كل عام وانتم بخير والشهر عليكم مبارك. معنا اليوم سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز العثمان، وهو أستاذ واستشاري التغذية السريرية، وراح نتكلم إن شاء الله اليوم عن أبرز الإيجابيات والسلبيات الغذائية في شهر رمضان. حياك الله الدكتور. اهلا وسهلا، السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته، شهر مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. شكرا للاستاذ فهد، شكرا للاستاذ سعد وجميع فريقكم في العلاقات العامه للاستضافه، وارجو ان نكون يعني ضيف خفيف قال اليوم المبارك على زملائي الحقيقه اللي افخر فيهم كثير وزاد فخري فيهم بانجازاتكم الاخيره بالذات في سعودية الخصوبة الصحية، لدوركم الكبير جدا في دعم الممارسين الصحيين في كل المملكة. الله يعطيك العافية دكتور، وحنا برضو سعيدين أنك تتواجد معنا اليوم وتعطينا من 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 علمك ومعرفتك في هذا المجال. إحنا بنبدأ دكتور في موضوع مهم جدا، وهي وخلى تكون يعني عملية تمهيد لهالحوار أو لهالمحاضرة، هو موضوع عاداتنا في رمضان. يعني إحنا نعرف إنه عاداتنا في رمضان يعني رغم انه يعني يعتبر من الاشهر الصحيه ان الواحد يستفيد منه، لكن احيانا يكون فيه نوع من اللخبطه، يكون فيه نوع من عدم الادراك بالعادات الغذائيه السليمه. نبغى في البدايه نمهد لهذا الموضوع، بعدين ندخل على ايش يترتب على هذه الامور. طيب، سؤال مهم ونقطه مهمه. دائما اضرب بمثال الطائره، لما الانسان يصير تعليمات الناس المضيفين في الطائره يقول عندنا نقص الاكسجين، ستنزل يعني كمامات الاكسجين، ولو يكون معك طفل فهل انت تحطها على نفسك وبعدين تحطها على الطفل، او تحطها على الطفل اللي معك قبل ثم نفسك؟ الواقع انك تحطها على نفسك اولا. ليش؟ لانك لما تنقذ نفسك تنقذ الطفل اللي معك، لكن بعض الناس يقول لا بنقل الطفل اللي معي لأنه ولدي ولا بنتي، فربما تلخبط الأمور وما تقدر تنقل الاثنين. عشان كذا أنتم يا أخواني وأخواتي أحبابي في الهيئة القصة الصحية وجميع الممارسين الصحيين، أنتم يعني أثبتتم بجدارة الحمد لله على مستوى العالم هذا التميز. أنتم أولى بالاهتمام بالصحة، يعني ما نقعد نقول والله أنا نكون شمعة تضيء للناس ونحرق أنفسنا، لا، بل يجب أن نهتم بصحتنا. أنا أقول لابد من التوازن بين ممارساتنا الرمضانية وبين عاداتنا الصحية، فنصحح شيء من العادات الصحية كل مرة ونغير أسوأ ما في العادات الصحية أو الممارسات الصحية في رمضان. ما أقدر أقول والله يا جماعة الخير لا تأكلون سبوسة ولا القيمات لأن حضار، هذا أنا ما أعرف أنه صحيح. أنا أقول خلونا نعدل القيمات والسبوسة والمشروبات اللي نشربها، نعدلها تكون صحية أفضل، بس يعني بدون ما نغير أو نلغي كل عاداتنا الرمضانية اللي نعتقد أنها خطأ نلغيها، لأن لا يمكن هذا. دائماً إحنا في السيارات لما تتعطل السيارة تحتاج صيانة، يعني أي واحد ما يسوي سيارة صيانة ينتظر بس لا يتخرب وتخرب بس يوصل الشارع، لكن في الغالب اللي يسوي سيارة صيانة دورية في الغالب إنه يغير قطعة كذا وقطعة كذا وما أدري شلون، تكلفتها بسيطة أحسن ما تخرب وتخرب الدنيا. الآن خلايانا وأجسامنا ويعني أنسجتنا وأعضانا قاعدة تكرم كرم لا تتوقف 24 ساعة طول العمر، جميع الخلايا لا تنام، يعني إحنا ننام لكن خلايانا ما تنام، تشتغل وتنظف وتزين وتتعب، فهي تنتظر هذا الشهر اللي كتب الله له أن ترتاح وتقوم بالصيانة الدورية وتتخلص من السموم، بالذات الكبد. دائما الناس يسألوني كيف أتخلص من السموم، دائما يسألوني ليش صارت عندنا أمراض الضغط والسكر والسرطان والتوحد والتصلب الوائي، ليش كثرت يا دكتور وش اللي صاير؟ اللي صاير صراحة بأذى أنفسنا، إحنا أهملنا مسألة الصيانة، وأحد يعني مواقف الصيانة السنوية المهمة اللي هو الصيام، وبلا شك أنتم تعرفون الآن ثبت علميا، ما هو شيء كان يعني نتمناه أنه يكون. ثبت علميا تأثير الصيام في تقليل السرطان وتقليل السكر وتقليل خطر الارتفاع والوقاية من الأمراض وارتفاع ضغط الدم، طبعا أبو أو أم الأمراض كلها السمنة، أمراض المفاصل، أمراض الحساسية، أمراض الأعصاب أو المشاكل العصبية، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز حتى النفسي.
فالآن العالم، أنا دخلت يعني بعض المستشفيات وتدربت عندهم وحضرت عندهم لقاءات في كثير من الدول بالذات على الأقل بالذات العشر سنوات الماضية، يعالجون بالصيام، يسمونه الصيام المتقطع، أكيد أنكم تعرفونه، وهو صيام قد. فالآن أن عندنا فرصة للصيام، يعني وزي ما ذكرت يعني الجواب اللي سألتها، نتوازن يعني لابد أن تقتنع أولا أن جسمك يحتاج لها الصيانة وهالنظافة، وتعطيه فرصة أنه يرتاح، قلل الكميات، يعني ما يخالف تنوع لكن قلل الكميات، قلل من شيئين، قلل من الدهون أو الزيوت أو قلل من السكر، وزيد شيئين اللي هو الخضار والفواكه مصدر الألياف والماء بس، يعني لا لست حاجة كثير والله ما أني ما مكرونة لأنها كذا، يعني بعض الناس قد يدخل في تفاصيل يمكن يقول أنها صحيح. واكثر تحديين الدكتور يواجهوننا في الموضوع هو انه اول شيء العادات الاجتماعيه، انه ما تترك لك خيار مثلا اختيار الغذاء الصحي مثلا، والشيء الثاني اللي هو كميه الغذاء، ان اعرف مثلا او انا مدرك تماما انه هذا الغذاء او هذا الجسم يحتاج غذاء صحي، ولكن انا في ظل عادات اجتماعيه ما استطيع احيانا اني ارفض، وربما أواجه في عملية ضعف أمام يعني هالكمية من الغذاء يعني الموجودة على السفرة. القضايا العادات فعلاً هو قرار إحنا اللي يجب أن بالذات إحنا اللي نعمل في المجال الصحي واللي إحنا نعتبر والمفروض أن نكون قدوة. الآن اللي صار في هالأزمة اللي إحنا نمر فيها الله يزيلها إن شاء الله قريباً، فرانا اكتشفنا أنه ممكن نعيش بدون مطاعم، ممكن نعيش بدون عزايم، ممكن نسوي زواجات بدون هالولائم. من أراد الصحة في رمضان يقلل الكميات، والله إن الكميات اللي نأكلها يعني كفينا ربعها، نقلل السكر، نقلل المقليات، نضيف فواكه، نضيف زبادي، نضيف السلطات، بالذات النساء للأسف يعني أكلهم للسلطات قليل جدا. أكيد دكتور، بكون شوي منطقي في هالموضوع ويمكن أقارب لقصص تصير يوميا في عندنا. أحيانا أكون مقتنع بالغذاء الصحي لكن ما أعرف أتعامل مع بدايات الإفطار مع نفسي، أو ما أعرف إيش اللي مفترض أني أبدأ فيه، إيش اللي مفترض أني أخره، إيش اللي مفترض أني أتعامل معه بحذر. في هذه اللحظة هي أنا أسميها يعني نقطة ضعف الإنسان. أنت تقريبا 15 ساعة صايم، وبتجي في لحظة أمامك كل أصناف الأكل، ثم مطلوب مني أني أختار أو مطلوب مني أني أراعي نفسي، أحيانا أنسى حتى نفسي يعني أمام المائدة. لكن خلنا نقول مثلا إيش اللي مفترض أننا نبدأ فيه، إيش اللي مفترض أن نتمهل فيه، إيش المفترض أننا نتحايل عليه، يعني على الأقل في غذاء مثلا غير صحي، ولكن أنا سأؤخره لمدة نصف ساعة حتى على الأقل تمتلئ المعدة بأصناف صحية ثم تقل الرغبة على هذا الصنف. يا سلام، كلام جميل جدا. طبعاً أنا أعلق على نقطتين، أولاً ملكة البيت هي المرأة، ولا يمكن أن ننجح في تحسين صحتنا بدون المرأة، سواء أم أو زوجة أو أخت. أنا أعتقد أن المفتاح معها، إذا حطوا شيء في السفرة بناتها صحيح. فالمفروض انه هم يقللون، خلينا نقول على ما تفضلت نصبر على فترتين، يجب ان يكون قرار من مجلس الاسره برئاسه يعني اميره البيت وملكه البيت ان نفطر فطورنا 1 2 3 4 5 اجيال. اول شيء صحي، تدرون ان الان السكر لما يصير الانسان يعني جوعان وعطشان طول اليوم ثم يشرب كمية من السكر، ترفع السكر في الدم بشكل هائل لدرجة أن يصير فيه شيء اسمه صدمة السكري. وعشان كذا ليش احنا نفطر على يعني من السنة نفطر على التمر؟ لأن التمر فيه ألياف فتمسك السكر ما تخليه يدخل للجسم مباشرة، تخليه يدخل في أول دقيقة يدخل 10%، ثاني دقيقة يدخل 20%، وهكذا. وعشان كذا يغذي الجسم بحاجته من السكر بهدوء. ولكن السكر اللي نضيفه للعصير للأسف يمتص، وعشان كذا تحسون بعض الناس بعد ما يفطر يعني يعرق ويدوخ. سبب الدوخة هذا إحنا اللي ضربنا الجسم، أعطينا السكر فرفع السكر بشكل لدرجة أن سمين صدمة السكر حتى لو شخص طبيعي. طيب دكتور، الآن يعني إحنا
تكلمنا عن غذاء الصحي وتكلمنا عن العادات الغير صحية. أحيانا حتى غذائك الصحي ممكن يعني قد يتسبب يعني بأشياء معينة مثل الحموضة. الحموضة قد تكون يعني مرضية أعتقد دكتور، ولا لها ارتباط بالغذاء الصحي أو الغير صحي. كيف ممكن نتجنبها في رمضان؟ طبعا الحموضة لها عدة أسباب. أحيانا يصير فيه زي عضلة بين المريء وبين المعدة تصير ضعيفة لعدة أسباب، الالتهابات في حالات مرضية. هذه إذا التهبت تحتاج إلى علاج، ولا بد من علاجها علشان ما يصير فيها ارتجاع المريء. وللغذاء الصحي دور، وعشان كذا هذول الناس اللي عندهم الحموضة أنصحهم أن يتناولون 4 إلى 6 وجبات في اليوم، يعني وجبات تكون صغيرة وتكون مكررة، لأن المعدة يعني مجرد مكررة. كيف يا دكتور؟ كيف مكررة؟ يعني ناكل 6 مرات في اليوم، يعني بدل ما يعني أنا أفطر وأتعشى، أنا الناس اللي عندهم حموضة يجب أنهم يقسمون فطورهم على قسمين، ويأكل وجبة على الساعة يعني 10، ويأكل وجبة على الساعة مثلاً 1، والمفروض أنه يتسحر قبل السحور، يعني قبل الفجر. لكن أكثر مشكلة تواجه الناس اللي عندهم ارتجاع وهذه الحموضة أنهم للأسف يأكلون وجبة في اليوم. طبيعتهم كذا، طبعاً المدخنين يزيد عندهم هذا الوضع، تعرف مع الوضع النفسي أحياناً والقلق والعمل أو كذا تزيد هذه الحالات. لكن أكثر مشكلة يعني تواجه الناس أن يكون وجبة أو وجبتين في اليوم حتى غير رمضان. فهذول الناس نقول لهم تجنبوا المقليات تماماً، تجنبوا السكر، تجنبوا البهارات، كلوا 6 وجبات، زيدوا السلطات، زيدوا الفواكه. في بعض الأغذية الثقيلة جداً لهم اللي هو مثلاً مضادات الأكسدة الموجودة في التوت والكيوي والجوافة. في بعض الأشياء اللي يعني تفيدهم زي مثلاً الشاهي الأخضر، اليانسون، البابونج، الزبادي، العسل. هذه الأشياء كلها يعني مفيدة جدا تريحهم. الحليب فهم يحتاجون دكتور الحليب له دور في الموضوع هذا. هي أغلب أكثر نصيحة تجينا دائما يشرب حليب مثلا إذا جاتك حموضة. أيوة صحيح وغير صحيح. كويس إنك ذكرت هذه النقطة. الحليب بدون دهن، لأن الناس اللي يصير عندهم حموضة اللي يتعبهم الحموضة يمكن يستغربون كثير من الناس، هي الدهون. الدهون تثير الحموضة أكثر من البهارات أكثر من أي شيء آخر. فاللي يصير عنده حموضة لو يشرب حليب زوع الدفء يصير كويس، لكن لو يشرب حليب كامل الدسم يرتاح أول 3 ساعة ثم يترجع لهمته. طيب دكتور، الآن ودنا نتكلم عن أهم تحدي للصائمين، وهذا التحدي ربما يرتبط بأمور كثيرة، وهو قلة النوم. والله نقطة مهمة أستاذ فهد جدا. يعني أنا بصراحة أشوف حالات كثير جدا عندهم مشاكل نفسية، قلق وتوتر وحتى اكتئاب. والله إن أهم سبب في نشوء هذه الأمراض هو عدم تنظيم النوم. في هرمونات اسمها هرمونات السعادة، من أشهرها هرمون اسمه الميلاتونين. الميلاتونين هذا يسمى هرمون السعادة، هذا لا يفرز إلا الإنسان نايم في مكان مظلم بين الساعة 11 إلى الساعة 3، يعني لا يفرز بعد 3 ولا يفرز قبل 11. وكرر هذا الميلاتونين هرمون السعادة يفرز بين الساعة 11 قبل ليلة للساعة 3 مساء، هو يفرز بكميات بسيطة، يفرز والإنسان نايم بالذات لما يكون في ظلام. هذا الميلاتونين يصرف الآن الأدوية للناس اللي عندهم اكتئاب، لأن الناس اللي قلبوا نهارهم ليل وليلهم نهار ما يفرز هذا الهرمون، يحس الواحد أنه يعني مو مرتاح، حتى يجي العيد وهو قلب مكتئب، ما يدري أنه مسكين حرم جسمه من هذا الهرمون، هرمون السعادة أو الميلاتونين طول شهر رمضان. وعشان كذا يا إخواني وخواتي، والله إن كثير من الأمور أنه نستطيع نعالجها، يعني يجب أن نقلل من استخدام الأدوية بالوقاية من خلال تعزيز الصحة القائمة على 3 أمور، وخلنا نضيف لها أمر رابع، لكن هي 3 أمور رئيسية: التغذية السليمة، ما يبقى للصحية، لأن الناس لما يقولوا تغذية صحية يعتبرون أنها أرز مسلوق. التغذية السليمة، اللياقة البدنية، لازم نتحرك بأي شيء، الجسم يمشي سبحان الله بنظام محدد دقيق، إذا أخلفنا هذا النظام
ما عاد مشى بشكل سليم، ونقول ليش تجي عندنا امراض نفسيه وكابات وضيقه بصدر وكذا. يعني بعض الناس يقول والله ترى تعال بنتكلم فيها، قد يكون هذا صحيح لكن مو دائما صحيح. ناس ما شاء الله ايمانهم من افضل إيه، لكن للاسف ما راعى نفسه في مساله هذه الهرمونات السعاده اللي تنظمها الميلاتونين في تنظيم النوم. ايضا نقول عشان ما اصير مثالي، يعني على الاقل على الاقل هالايام الساعه 12 نام. الله يعطيك العافيه دكتور. الان قبل شوي تكلمنا عن موضوع الرياضه، والحقيقه انا بس ابغى اشير لموضوع مهم جدا، وهو يعني الفتره الاخيره الهيئه التخصصات الصحيه يعني كانت عندها مبادرات صحيه، وعندنا تطبيق على فكره دكتور، عندنا تطبيق اسمه عن يحسب الخطوات. الان احنا بنتكلم عن موضوع الرياضه، واكثر شيء يعني ممكن نستفسر عنه كيف ممكن نمارس الرياضه، متى الوقت المناسب لممارسه الرياضه؟ هل هو قبل الفطور بعد الفطور؟ اغلب الناس يقولون قبل الفطور، بعض الناس يقول لا بعد الفطور لانه ممكن السكر والامور هذه. كيف نصيحتك دكتور لهذا الموضوع؟ انا اقول سوي الرياضه في الوقت اللي يعجبك، ما عدا مرضى السكر اللي انصحهم انه ما يسوون الرياضه بعد العصر، هذا اللي احتمال انهم يعني ينخفض عندهم السكر. بقيه الناس اعمل الرياضه صحيح قبل المغرب هو افضل، لكن اعمل الرياضه زي ما تحب بالطريقه اللي تحب. ولكن طيب دكتور يعني نصيحتك، يعني نصيحتك خلنا ناخذها، يعني انا فهمت من كلامك ان النشاط البدني متاح سواء قبل الفطور ولا بعد الفطور، ولكن نصيحتك الشخصيه، احنا نبغى نصيحتك الشخصيه كيف ممكن امارس النشاط، متى الوقت المناسب، يعني الى حد ما ممكن امارس فيه نشاط متوسط. يعني قبل المغرب وقت جدا مناسب للناس اللي ما عندهم سكر، لكن اهم شيء ما يعني ما تتمرن وانت شبعان. يعني بعد المغرب وقت ما هو مناسب ابدا للتمرين، تجنب انك تكون تتمرن وانت شبعان. غير كذا لان ليش الشبعان؟ لان سبحان الله الدم خلينا نقول يروح من المخ يروح للمعده على اساس الهضم، فيبدا الانسان يحس بالدوخه اللي يحسبها لما ياكل كثير بعد المغرب. فهذا ما ينصح انه يسوي اي حركه، لكن يعني ممكن يسوي حركه الساعه 10 او الساعه 12. يعني مثلا انا اسوي تمارين الصباح، لكنها يجب ان تكون مرهقه او يعني متعبه او تخليك تعرق او يعني تفقد كميه من الماء. وعشان كذا نقول اكثر شيء دكتور يرهقنا في رمضان هو موضوع الخمول. في نوعين من الخمول، في نوع الخمول اللي يجينا العصر، وعشان يقول ذا يقول اني صائم، يحس الواحد ان نفسه في خشمه ومتلطم ولا حاسس احد، يحس انه لين صام تجيه مشاكل الدنيا كلها ويعني نفسه في خشمه على ما يقولون. هذا فيها جزء من الحقيقه، ولكن الغالب النفسي. ايش الجزء من الحقيقه؟ انه لما ينخفض السكر في الدم يبدا الانسان يحس بالاعراض هذه، وهو ما عنده سكر هو طبيعي، بس انخفاض السكر في الدم يبدا الانسان يحس بالدوخه هذه والتعب والنفسيه اللي ما هي كويسه. ولكن اللي بعد الفطور هذا ارهاق للمعده، كمية السوائل ذات السوائل وكمية السكر، يعني ليست بكمية الأكل بقدر ما هي كمية السوائل وكمية السكر اللي الجسم ما هو مستعد لهضمها بسرعة. يعني فجأة أننا صايمين 13 ساعة ثم تجيني كمية كبيرة، فيروح كمية كبيرة من الدم لخلايا المعدة على أساس تحاول تتعامل مع هالكمية اللي جتها كمية كبيرة، عشان كذا ينزل كمية الدم يقل تدفق الدم للمخ، فيحس الإنسان بهذه الدوخة. أنا ما أنصح بالنوم أبداً بعد الإفطار أبداً، لأنه يسبب التخمة ويسبب تراكم الدهون في منطقة الكرش. وبقول لكم سر عجيب، إحنا لما ناكل يعني يروح الأكل للمعدة، في رسالة تطلع من المعدة المركز اسمه مركز الشبع في المخ، ستايل سنتر. الرسالة دي من تطلع في المخ من عفواً تطلع من المعدة تروح للمخ، تقول وصلني أكل تجلس 17 دقيقة. فخلال هال 17 دقيقة تاكل تاكل تاكل، أنت ما حسيت بالشبع لأن الرسالة ما وصلت. طبعاً إحنا طبيعي والله ما نعرف ليش 17 دقيقة، ليش تأخر هالرسالة اللي وحكتنا. وعشان كذا إحنا ما ناكل 17، إحنا ناكل 10 دقائق ما شاء الله قضينا على كل شيء، الرسالة ما وصلت. وعشان كذا طريقة الإفطار الخفيف اللي أنا أنصح فيه اللي يبغى الراحة والصحة، يمنع أي شيء غير التمر وعصير طازج من جال قهوة في الفطور.
الدكتور كيف نسرع عملية الأيض خلال الشهر؟ عملية الأيض هو الأيض عبارة عن ميزان، يعني بعض الناس يقول والله فلان يأكل كثير وما يسمن، وفلان ما يأكل كثير ويسمن، هو ميزان. في ميزان الأكل اللي إحنا نأخذه، خلينا نقول إحنا بالنسبة لنا للرجال نحتاج 3000 سعرة، للنساء يحتاجون 2200 سعرة، متوازنة مع الحرق. الحرق هذا قد يكون لياقة، قد يكون طبيعة الجسم، قد يكون هو حرق وحريص، يعني دائما يروح ويجي وما يجلس وكذا ويتحرك، يعني لو تصوره بالكاميرا تستعجب، دائما متحرك ويدينا متحركة، هذه الحركة تفقد سعرات، بينما بعض الناس ما شاء الله هادي تماما، هذا ما يفقد سعرات. هذا الميزان هو اللي يخلينا نقول من اللي يزيد وزنه ومن اللي ما يزيد وزنه، من اللي يزيد عنده يعني الحرق أكثر أو الهدم أكثر. يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. بس كلمة أخيرة قبل ما نختم، الكلمة تبدأ أقول شكرا يا شباب، أنتم تعملون عمل يعني رائع، عمل وطني يعني نيابة عن جميع منسوبية العاملين في القطاع الصحي والممارسين الصحية، أقول شكرا. أنا شوي قاسي شوي مع بعض الزملاء، حتى الدكتور أيمن يزعل مني شوي وأنا صريح، لكني سأخدم الهيئة كل ما أستطيع، وأنا أستفاد. لو تبون محاضرة كل أسبوع أنا جاهز، ولا أعتقد أن هذا فضل، أنا أعتقد هذا حق من حقوقكم وأنتم إخواني وخواتي، والاستثمار فيكم وحقكم، ويعني أيضا عرضون شكر للجهود اللي تقومون فيها، وعرضون شكر لتحملكم لبعض يعني شوي شدتي وكذا، يعني أحيانا بعض الزملاء، فأنا أعتذر عن أي شدة لكني سأواصل سريع. أما من أحد المحاضرات سأبعد أنا تحت أمركم، والله أنا سعيد اليوم جدا بهذا اللقاء، وأتمنى يعني أني قدمت شيء، لكن أرجوك أنت والأخ سعد وجميع الزملاء في الهيئة لا تترددون أبدا عن أي طلب، لأني والله يسعدني الآن هنا أو إن شاء الله بعد زوال الجائحة إن شاء الله نزوركم في الهيئة، وأنا أعتبر أنه يعني واجب. وأرجوك أستاذ فهد عط رقم جوال لأي زميل أو زميلة يحتاجون يعني إرشادات خاصة أو إيميلي بالإجابة على أي استفسار، وأنا والله يسعدني هذا. فاستثماركم يعني الاستثمار فيكم يعني استثمار وطني، أنتم تقومون بعمل رائع، ومعذرة لو كنت قصرت في يعني بعض يعني المعلومات أو الاسترسال أحيانا وما استطعت الإجابة على أسئلتكم. يعطيكم العافية دكتور وشكرا جزيلا.